السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن فوائد الفوتورك في الجيت كوندو. طبعا حضراتكم عارفين زي ما احنا أخدنا قبل كده في سلسلة الجيت كوندو مجموعة من الحلقات الخاصة بالفوتورك الخاص بالجيت كوندو. طبعا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بعض النظريات وعن بعض الحاجات الهامة جدا في الفوتورك الخاصة بالجيت كوندو. هنتكلم إن انت ما تهملش الفوتورك دي خالص، خاصة وانت بتمارس الجيت كوندو، تمام؟ لأني طبعا الجيت كوندو بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على الفوتورك، التحركات الخاصة بالأقدام، تمام؟ لأن طبعا الفوتورك دي عبارة يعني تقنيات اللي انت بتستخدمها سواء وانت بتهاجم الخصم او انت بتدافع، كل دي عبارة عن ايه؟ تحركات الأقدام. هل انت تقدر تهاجم خصم من غير ما تكون بتتحرك بالقدم؟ عشان تسدد ركلة، عشان تسدد لكمة، لازم هتكون بتتحرك بقدمك عشان تخش في اتجاه الخصم او ان انت تتراجع او تراوغ. كل ده عبارة عن ايه؟ تحركات الاقدام. يبقى نسبة كبيرة من الجيت كوندو او عامة الفنون القتالية كلها بتعتمد على حركة الاقدام بنسبة كبيرة جدا، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الجزء الخاص بالجيت كوندو، تمام؟ يبقى طبعا قلنا ان الجيت كوندو بيعتمد بنسبة كبيرة جدا على الفوت وورك الخاص بيه، تمام؟ طبعا احنا بنقول ان انت ما تقدرش تسدد تقنية مظبوطة سواء تقنية لكم او تقنية ركل من غير ما تكون بتتحرك بقدمك او بتستخدم التحركات بتاعت الاقدام مظبوطة او بنسبة كبيرة بتتمرن عليها وبتمارسها عشان تتقنها بشكل مظبوط، تمام؟ يبقى احنا كده بنشكل مجموعة من تحركات الاقدام المختلفة تتمرن عليها باستمرار عشان تقدر تستفاد منها. دلوقتي كمثال لو الخصم داخل انت تهاجمه بلكمة او بركلة، انت هنا بتعمل ايه؟ يعني رجليك دي هي الاساس، هي العمود اللي انت ثابت عليه زي البناء كده، اساسه ايه؟ العواميد الخاصة بيه اللي رفع المبنى كله. فكذلك الرجلين الخاصة بيك هي دي اللي بتستخدمها في التحرك، في المراوغة، في الرجوع، الاتجاه اليمين اليسار، او ان انت مثلا تراوغ تتحرك، كل ده من خلال الاقدام. ان انت تندفع اتجاه الخصم، تتراجع، كل ده من خلال الاقدام. تهاجم هجمات حتى لو فيها لكمات او كده، تتحرك اتجاه الخصم برجليك وانت بترجع برضو بتسدد ركلة، بتكون واقف وقفة معينة، ثابت واقف بطريقة فيها توازن، فيها ثبات، فيها برضو ان انت تقدر تتمكن من استخدام تقنية كاملة، تمام؟ يبقى كل دوت بيعتمد على ايه؟ حركة الاقدام. الاقدام هتكون بطيء في استخدام الركلات واللكمات. ازاي؟ يعني دلوقتي لو انت شخص متمكن من تحركات الرجلين، دلوقتي هتكون تقدر تسدد ركلات بسرعة ولكمات بسرعة اتجاه الخصم، وتقدر تتفادى بسرعة من لكمات وضربات الخصم. طبعا باستخدام رجليك هتقدر تهاجم بتقنيات سريعة وتتراجع وتتجنب الضربات، وهتكون متمكن. يبقى تحركات الاقدام دي لو انت بطيء فيها وعطيها مش عطيها المجهود اللازم وبتهملها بنسبة كبيرة، هتكون بطيء في ركلاتك، هتكون بطيء في لكماتك. طبعا في ناس كتير جدا ما بتفكرش في الموضوع دوت، بتهمل تحركات الاقدام. تقول لك طب ما انا اتعلم التقنيه وتحركات اقدامي. طب ما التحركات الاقدام دي الاساسيه هي اللي بتخليك تقدر تتحرك من خلال التقنيه اللي بتنفذها، تقنيه ركل، تقنيه لكمه، تقنيه تعمل تنفذ، تقنيه مصارعه، تطرح الخصم. برضو لازم تكون تحركات اقدامك متمكن منها، ضرباتك، مراوغاتك، اساسي حركات الاقدام لازم تتعود. حضراتكم لازم تكون الحركات بتاعتك او الوقفات بتاعتك او الفوت وورك الخاص بيك ما تكونش اقدامك فيه مرنه ومرتخيه فقط، لازم تكون قويه ومتزنه برضو. يعني الجانبين دول، مش قدمك تكون مرنه ده مطلوب، وقدمك تكون فيها استرخاء برضو ده مطلوب. مع ذلك لازم برضو تكون قوية ومتزنة، فيها ثبات وقوة. الوقفة بتاعتك قوية، مش من السهل دفعك وان انت يختل التوازن بتاعك، لازم تكون متوازن فيها، لازم تكون قوية، لازم تكون مرتخية برضو. كل الحاجات دي لازم تكون في الاقدام بتاعتك اثناء الوقفات، اثناء ما انت بتأدي التحركات الخاصة بالفوتورك. مثال على كده، ليه طيب ما بنستخدمش في القتال اثناء ما احنا واقفين ضد الخصم كده، ما بنستخدمش ليه وقفة الحصان او وقفة المابو؟ ليه ما بنقفش مثلا ضد الخصم واقفين وقفة المابو كده عشان نقاتل بيها؟ لان هنا الوقفة دي صلبة وثابتة. الوقفة دي انت لما بتيجي تتمرن عليها هدفها تقوية رجلك، استرخاء عقلك، بتستخدمها كده في حالة سكون، يعني حركة او وقفة ثابتة وصلبة، صلبة وثابتة، ان انت ما بتتحركش فيها ويدوبك ايه واقف زي التمثال كده. فدي ان انت صعب تستخدمها في القتال. ليه؟ لان وقفات المابو او الجومبو او الحاجات دي وقفات ثابته وصلبه. احنا قلنا لازم تكون متحرك، مرن، متزن، مش مجرد ان انت تكون قدمك قويه وواقف بس زي الحاجه الصلبه او التمثال، لا. مثال مثلا ان الناس، بعض الناس بيقول لك ايه؟ ان الهدف ايه المتحرك؟ الهدف المتحرك يصعب اصابته اكتر من الهدف الثابت. يعني لو انت هدف ثابت قصاد الخصم،
سهل جدا ان هو يصيبك. انما انت لو هدف متحرك ان انت بتتحرك من مكان لمكان، متمكن من الفوت وورك، متمكن من خطواتك، متمكن من التقنيات اللي بتأديها مع دمج التحركات الخاصة بالأقدام، هيبقى صعب ان هو يصيبك، صعب ان الخصم يقدر يصيبك وانت هدف متحرك مش ثابت في مكان. لا، انما انت لو هدف بتستخدم مثلا وقفات المبول حاجات دي كهدف ثابت، صعب ان انت تستخدمها وصعب جدا ان انت تقاتل بيها. عشان كده محدش بيستخدم الوقفات دي في تحركات الاقدام، بيقل استخدامك لذراعيك او دراعاتك يعني لتجنب لكمات الخصم. ازاي الكلام ده؟ يعني انت لما بتكون متمكن من تحركات الاقدام بتقل استخدامك للدفاع بايديك. يعني لو الخصم بيوجه لك لكمات، حركة رجلك لو متمكن منها ممكن تتفادى تتجنب وبنسبة كبيرة جدا اكتر من استخدامك للدفنسات الخاصة بالايد. يبقى انت هنا بتوفر مجهود في الصد من الخصم بنسبة كبيرة باستخدام ايديك، وهنا برضو بتكون متمكن ان انت مستعد في اي وقت لاي هجوم مضاد للخصم، حيث ان الخصم لو بيوجه لك لكمات متتالية او هجمات او اكتر من زاوية ركلات وضربات من اكتر من جهة، هنا لو انت بتستخدم تحركات اقدامك بالشكل المظبوط هنا عيقل ان انت تفضل تستخدم ديفنسات ايدك او الدراعات الخاصة بايدك، وهتقدر توجه هجوم مضاد بنسبة كبيرة جدا. ازاي؟ الخصم لو داخل بيوجه لك لكمات وضربات زي ما احنا اتكلمنا ومتمكن من تحركات رجلك، ممكن بتحرك بسيط تتفادى وفي نفس الوقت تقوم مختصر الوقت ان انت تصد اللكمة، وفي نفس الوقت لما انت هتتفادى هتقوم موجه للخصم هجوم مضاد. يبقى انت هنا تفاديت اللكمة بتحرك رجليك وعملت مراوغة ودخلت وقمت مهاجم الخصم هجوم مضاد، يبقى انت قللت في الوقت واستخدمت مجهود اقل وقدرت تضرب الخصم هجوم مضاد، وطبعا قللت من استخدامك لايديك بالنسبة للديفنس لو الهجوم متتالي او انت مش عارف تصد الهجمات اللي جاية لك دي. حركة رجليك بتساعدك بنسبة كبيرة على الهروب من الزوايا الضيقة الخاصة بالخصم أثناء القتال والحفاظ على المسافة أو تقليل المسافة بينك وبين الخصم بنسبة كبيرة جدا وبسرعة، بحيث ان انت لو في مسافة بينك وبين الخصم ممكن تحركات الأقدام سواء الحركات المندفعة حركات الانسحابية المراوغات والحاجات دي كلها، حركة الأقدام ممكن تساعدك على تقليل المسافة بينك وبين الخصم أو في نفس الوقت على الهروب من الزوايا الضيقة جدا بالنسبة للخصم. يعني انت لو الخصم محاصرك او عامل حصار حواليك بحيث ان مش سايب لك مكان تقدر تهرب منه بنسبة صغيرة جدا او مسافة قريبة، تقدر بتحركات رجلك تتمكن ان انت تخرج من اقل زاوية. يبقى تحركات الاقدام مفيدة برضو ان انا اقدر اخرج من الزوايا الضيقة او الزوايا الضيقة او المسافات القصيرة او المسافات البعيدة، واقدر في اي وقت اقلل المسافة بيني وبين الخصم، بحيث المسافة القتالية لو انا مسافتي بعيدة ممكن بسرعة جدا بتحركات الاقدام اوصل لاقرب نقطة للخصم، ممكن في نفس الوقت لو انا قريب جدا من الخصم اقدر اتراجع بسرعة، اقدر اراوغ، اقدر في نفس الوقت لو انا بمواجهة مع الخصم اقدر في نفس الوقت اخرج من اضيق الاماكن او من ابسط الاماكن والزوايا اقدر اخرج منها. كل ده بيفيدني التحركات الخاصة بالاقدام، بتفيدني ان انا احافظ على طاقتي، بتكون الطاقة بتاعتي من كتر ما اتمرن على تحركات الاقدام واستخدامها في القتال الطاقة بتاعتي بكون محافظ عليها، ما بفضلش كل شوية اتحرك حوالين الخصم زي السيارة، لا بكون محتاج التحركات دي في الوقت اللي انا محتاجها فيه ضروري، بتقوم ظاهرة معايا التحركات دي لاني خلاص ببقى حفظتها زي جزء مني حركة طبيعية. اول ما بلاقي الهجوم من الخصم بلاقي تحركات رجلي بدأت تشتغل معايا تلقائي، مش محتاج ان انا افكر فيها، بتطلع زي ردة الفعل. فطبعا كل ده مفيد جدا مع تحركات، ان هي بتساعد على تغطية المسافة وطبعا بتساعدك على الحفاظ على طاقتك بان انت تواجه اكبر كم من اللكمات والركلات. وبتحافظ على طاقتك ازاي؟ طبعا في مثال كده بيقولك الضارب البطيء ذو الاداء السيء هيستنفذ الطاقة الخاصة بيه وهو بيحاول الهجوم على خصمه دون جدوى. نتكلم بقى ايه، نفصل النقطة دي كده واحدة واحدة. الضارب البطيء ذو الاداء السيء اللي هو خصمك اللي هو ما بيستخدمش الفوت وورك، اللي هو عمال يهاجمك هجمات عشوائية وعمال يستنفذ في طاقته، يبقى هو ده ايه الضارب البطيء ذو الاداء السيء اللي هو الخصم اللي ما بيستخدمش غير ضربات عشوائية وعمال يهاجم الخصم بضربات عشوائية ومش عارف ينسق تحركات الاقدام الخاصة بتاعته. هنا هيستنفذ الطاقة بتاعته في محاولاته، عمال يهاجم من هنا ويعمل ركلات من هنا ويحصر الخصم من هنا ومن هنا، والخصم اللي بيستخدم الفوت وورك بتاعته عمال يفوت اكبر كم من اللكمات والركلات وهو عمال يهاجم وبيستنفذ طاقته. هنا بيجي فرصة اللي هو بيستخدم الفوت وورك بطريقة صحيحة ان هو في اقرب نقطة ان هو يهاجم هجوم صاحب يقضي على الخصم بنسبة كبيرة، غير ان التاني كان بيستنفذ طاقته بلا جدوى مش عارف يواجه الهدف المتحرك اللي عمال يتحرك دوت، ومش عارف يواجه الهدف اللي بيستخدم الفوت وورك بطريقة مظبوطة وعمال يخرج من اقصر الزوايا وبيغطي المسافة الخاصة بيه وعمال يستخدم الفوت وورك بطريقة متقنة جدا. انت ممكن تستغرق شهور
اسابيع، مش اسابيع بس، لا شهور، ويعني فترات طويله من التدرب على الفوت ورك. ما تستعجلش، يعني مش معناها في اسبوع انا بقيت انفذ خلاص انا كده حفظتهم. لا، مش مساله حفظ، لازم تكون جزء من الحركه والديناميكيه بتاعه جسمك، يعني جسمك يكون حفظ الحركه وعقلك يكون اخذ فكره عنها، بحيث ان لما بتواجه موقف خطر بتلاقي الحركه اتحركت منك تلقائي، ما فكرتش بتقول الموقف ده طب انا استخدم انهي واحده، لا بتلاقي الحركه طلعت منك تلقائيه. فانت هنا مش بتحتاج ان انت تستخدم الفوت ورك على انه حفظ او ماده بتحفظها، لا بتلاقيه بقى جزء من الديناميكيه بتاعه جسمك، حركه جسمك تلقائي بتتحرك بالفوت ورك ده، اغطي المسافه، استخدم الطاقه الاقل، الخصم انا استخدم استنفاذ الطاقه ليه، اقدر استخدم ضربات قويه اقضي بيها على الخصم، كل ده بيفيدك في الفوت ورك. يعني احنا النهارده بنتكلم عن فوائد كتير جدا، تعرف ان انت لما بتهمل الفوت ورك بتخسر قد ايه، ولو ركزت على الفوت ورك يبقى انت هتستفاد قد ايه. كل الحاجات دي طبعا بتستفيدها وانت بتتمرن على الفوت ورك. انت ممكن تكرس وقت خاص بيك تتمرن على الفوت ورك بس، من غير ما تتمرن على الركلات والضربات والكلام ده كله، تتمرن على الفوت ورك بس، بعد كده تبدا تدمج معاها ازاي اتحرك بالفوت ورك واستخدم ركله كذا، اهرب من زاويه كذا، استخدم لكمات كذا، كل دوت بتحتاج بعد كده لما تتمرن على الفوت ورك لوحده، وانك تقدر تتحرك في اي اتجاه بسرعه وتوازن. يعني زي ما بتيجي تتمرن على تمرينات التوازن للساقين، تمرينات تقويه الرجلين، الفوت ورك بيساعدك ان انت تتحرك بسرعه وتوازن في اي اتجاه، تقدر تتحرك من اي زاويه بسرعه وتوازن، بتكون مسارات حركتك منسقه، بتكون اقدامك متوازنه، بتكون كل حاجه خاصه بيك مظبوطه. فانت طبعا ما تهملش الجزء الخاص بيك ده من الفوت ورك، كل الحاجات دي اساسيه لازم تتبقى للهجوم والدفاع والهجوم المضاد والمراوغات، لازم التدرب عليها بشكل دوري. يعني تعمل لنفسك كده جدول اسبوعي، تخصص ايام معينه للفوت ورك بس، هتفيدك بنسبه كبيره جدا، هتلاحظ بعد كده الفرق، هتلاحظ بعد كده ان ردة فعلك اتحسنت، رجلك لقطت الحركه، الفوت ورك بتاعتك اتنسقت اتحسنت، الساقين بقى فيهم توازن اقوى، بقت رجليك اقوى من الاول، بقى في تنسيق كبير جدا. يبقى حركه الفوت ورك الخاصه بيك في الجيت كوندو هي كل حاجه بالنسبه للجيت كوندو، ما تهملهاش، لان انت كده بتضيع نفسك، بتكون بتضيع وقتك وبلا جدوى في الجيت كوندو. طبعا بتكون مهمه جدا للدفاع والهجوم والدفاع والهجوم المضاد والمراوغات، اللي هي كل حاجه يعتبر لازم تتمرن عليها بشكل دوري. ما تهملش الفوت ورك ابدا، لازم تتمرن عليها باستمرار، وكمان تنشئ لنفسك مجموعه من الفوت ورك الخاصه بيك ان انت تدمجها مع بعض. يعني انت مثلا خلاص اتمرنت على كل حاجه منها منفصله، تبدا بقى تدمج مثلا التحرك الجانبي مع الاندفاع مع الانسحاب الخلفي مع التحرك مع حركة البنادول مع تحرك البنادول المزدوج مع البنادول المنفرد، يعني تبدأ تعمل تحركات مع الحركة الدائرية، مع كل الحاجات دي تبدأ تدمجها مع بعض عشان تقدر توصل لمستوى عالي. عن بعض الحاجات والخصائص والفوائد الخاصة بالجيت كوندو، طبعا احنا في حلقات مهمة جدا النظرية دي، بتكون برضو الحلقات النظرية مش اقل اهمية من الحاجات العملية اللي احنا بنطبقها وبننفذها، ان طبعا الحاجات دي مهمة جدا ان احنا ناخدها على حلقات، برضو هتكون ان شاء الله زي ما خدنا سلسلة الفوت ورك الخاصة بالجيت كوندو، هيكون في حلقات بنتكلم عن فوائد الفوت ورك وبنستخدم دي في طب تجنب طب فوائد كذا طب كذا، والنظريات دي طب نظرية الباي جونج اللي هي الوقفة القتالية اللي احنا خدناها، كل الحاجات دي ان شاء الله بناخدها على حلقات عشان نستفيد منها زي ما استفدنا من الحاجات الخاصة اللي خدناها في بداية سلسلة الجيت كوندو، قبل ما نبدأ نخش في التقنيات والركلات والحاجات الخاصة بالجيت كوندو. تمام، وبكده انتهت حلقة النهاردة، تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، فعل الجرس ولايك وشير الفيديو، واشوفكم الحلقة